الحمد لله رب العالمين، وصلاة يتبع تسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. من لم يكن معنا أمس يا شباب؟ أنت كنت لم تكن معنا. من أيضا؟ أنت أيضا. من؟ بس فقط. اسمك؟ أنا إلياس. إلياس، من أين إلياس؟ من اليمن. مرحبا. سامر. أنا أنت؟ سامر. أسامة. من اليمن. من اليمن. أنت كنت معنا؟ نعم. تمام. وهو معنا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام. نحن يا شباب الآن نتكلم، نكمل الكلام عن السيرة النبوية من القرآن الكريم. طبعا نحن قلنا سنتكلم عن غزوة بدر، ولكن الكلام يعني طويل، الكلام طويل عن غزوة بدر في القرآن الكريم. نحن إذا كنا نتكلم عن غزوة بدر في القرآن الكريم، نحن نتكلم عن أغلب آيات سورة الأنفال من جهة، تكلمنا عن جزء منها أمس، ونتكلم عن آيات أخرى من آل عمران، ونتكلم عن آيات أخرى من القرآن المكي الذي يبشر بغزوة بدر، نتكلم عن آيات أخرى من سورة الحج. يعني هناك آيات سور متنوعة، ولذلك الوقت لا يكفي. لذلك نحن سنأخذ قضايا محددة تعرض لها القرآن من غزوة بدر. أول قضية نأخذها هي قضية الأسرى، أسرى بدر. الآن ماذا نعرف عن أسرى بدر؟ ماذا نعرف عن أسرى بدر؟ شو تفضل. كانوا قرابة 70. تمام، جيد. صاروا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حصل خلاف في إطلاقهم أو تركهم أو قتلهم. تم أخذ قرار تقريبا بالإجماع في تركهم. ليس بالإجماع، ولكن قرار النبي صلى الله عليه وسلم، هو قرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مسألة أغلبية أو إجماع. جيد، إن شاء الله. أيضا ماذا نعرف عن أسرى بدر؟ طيب، نأخذ موضوع أسرى بدر من البداية، أو يعني ليس من البداية، ولكن يعني من جزئية مؤثرة. الآن انتهت المعركة، لم تنتهي تماما، ولكن حدث، تفوق المسلمون في المعركة وانتصر المسلمون في المعركة، وبدأ المشركون في الفرار. لما بدأ المشركون في الفرار، المسلمون بدأوا يتعقبون، بعض المسلمين، بعض الجيش المسلم بدأ يتعقب الفارين من قريش. تمام؟ لماذا يتعقب الفارين من قريش؟ هل حتى يقتلهم؟ لا، حتى يأسرهم، حتى يأخذهم أسرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العريش الذي بني له قبل بداية المعركة، وكان هناك مجموعة من الأنصار مختصة بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ، فوجد فيه شيئا من الكراهية، يعني وجده مستاء، ليس مرتاحا لما يحدث. فقال له: لكأنك تكره ما يصنع القوم يا سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يبدو أنك لست سعيدا بما يحدث. سعد بن معاذ، ما الذي يضايق سعد بن معاذ في هذا الموقف؟ ما الذي يضايق سعد بن معاذ أن المسلمين يأخذ، يعني يتعقبون المشركين الفارين ويأسرونهم؟ ما الذي يضايقه من هذا؟ تتوقعون؟ قال: يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. هذه أول وقعة، أول نصر ننتصر على المشركين، فكان الإسخان في القتل، يعني الإكثار في القتل، الذي يستطيع أن يقتل أحدا فليقتله في الحرب، في القتال، يعني نحن في قتال، نحن لسنا في حالة سلف في المدينة وفي حالة سلمية، نحن في معركة، في حرب. كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. ولكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، وترك المسلمين يأسرون المشركين. انتهى المسلمون من أسر المشركين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، وأفلت من أفلت من المشركين، وانتهت المعركة. كان هناك 3 من الأسرى، النصر قتلهم قبل أن يرجع إلى المدينة، نظرا لأنهم كانوا من أكابر مجرمي قريش، النضر بن الحارث وطعيم بن عدي وعقبة بن أبي معيط.
هؤلاء قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشر فيهم حتى الصحابة صلى الله عليه وسلم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في السير إلى المدينة بعد الثلاثة أيام التي أقامها في بدر حتى وصل إلى المدينة ومعه 70 أسيرا. هؤلاء 70 أسيرا استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. طبعا نصهم أمر الصحابة أن يحسنوا إلى الأسرى وأوصى بهم خيرا، يعني معاملة الأسير معاملة طيبة حتى يعني نفصل في أمره. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامه عدة خيارات، إما أن يقتل هؤلاء الأسرى، إما أن يأخذ منهم الفداء، إما أن يمن عليهم، إما أن يقتل بعضهم ويأخذ الفداء من بعضهم ويمن على بعضهم. ما معنى يمن؟ يتركهم بلا، فتح الله عليك، يتركهم بلا مقابل، يأخذ منهم الفداء يعني يأخذ مال مقابل إطلاق سراحه، يقتلوا يقتلوا، يسترقوا يأخذوا عبدا، هكذا كان العرف، العرف في في الحروف في وقتها كان هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله، فقال أبو بكر يا رسول الله بنو العم والعشيرة وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، فلو أخذنا منهم ونحن قوم عالة، يعني قوم فقراء، يعني نحن نحتاج، نحن كمسلمين وإسلام نحتاج إلى المال، فلو أخذنا منهم الفداء يكون عونا لنا على ديننا على أمور ديننا وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. إذن رأي أبو بكر الصديق أن النصم يأخذ الفداء ويطلق صراحة. قال عمر ولكني والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر. قال ما ترى يا عمر؟ قال أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان قريب لسيدنا عمر من المشركين، من جيش المشركين، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل، علي بن أبي طالب، وعقيل ابن من؟ ابن أبي طالب من أخيه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن فلانا من فلان فيضرب عنقه، يعني كل واحد تمكنه من قريبه ويقتله. وعبد الله بن رواحة كان له رأي ثالث، كان رأي رفيق ورحيم شوية، قال يا رسول الله أرى أن الله قد جعلك في واد كثير الحطب، فلو جمعت فيه من الحطب وأوقدت فيه نارا وألقيتهم فيه. هذا كان رأي عبد الله بن رواحة. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن. الله عز وجل يجعل هناك قلوب لينة في الله حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله ليقسي قلوب أقوام فيه، يعني ليست صفة مذمومة، لا يعني يبقى قلب يعني شديد في الحق، يعني حتى تكون أشد من الحديد. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني، مثله في الرحمة يعني، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل من؟ نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفرا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. انظروا يا شباب الآن النبي صلى الله عليه وسلم سينحاز لرأي من؟ أبي بكر، ولكنه يمدح من؟ يمدح رأي أبي بكر ويمدح رأي عمر، ليس يمدح مدحا عاديا، بل يشبه رأي أبي بكر، أي يشبه أبي بكر في رأيه هذا باثنين من أولي العزم من الرسل، سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى، ويشبه سيدنا عمر في رأيه هذا باثنين آخرين من أولي العزم من الرسل، سيدنا نوح وسيدنا موسى. وهذا يعني في ملمح جميل جدا، أنني قد لا أخذ بالرأي وقد أختلف مع الرأي، ولكن لابد أن أرى ما في الرأي من وجهه، وممكن أمدح الرأي أيضا، ولكن في النهاية أنا في النهاية لابد في النهاية إما أخذ بهذا وإما أخذ بهذا. طبعا رأي عبد الله بن رواحة مرفوض، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق وقبل الفداء من قريش، وأرسل إلى قريش أن أرسلوا في فداء أسركم. تمام. وكان من ضمن الأسرى سيدنا العباس بن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا
ولكنه كان كثير النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مشركا يعني حتى الهجرة وهو مشرك، وحتى بدر ربما يكون أسلم ما بين الهجرة وما بين غزوة بدر ولكنه لم يعلن إسلامه، فأتى مع جيش قريش على أنه منهم. فلما أسر فقال يا رسول الله إني كنت مسلما، قال أما ظاهرك فكان علينا. في الظاهر أنت علينا، نحن نعاملك بالظاهر، أما ظاهرك فكان علينا. افتدي نفسك وابني أخويك، كان طبعا عقيل بن أبي طالب وواحد تاني من أولاد أخو العباس بن أبي طالب كلهم أسرى، ادفع فداءك وفداء اثنين من أولاد من بني أخويك. قال يا رسول الله المال قليل، قال لا، أنت دفنت كنزا قبل أن تأتي وقلت لأم الفضل كذا وكذا، قصة يعني ليست موضوعنا، نريد أن نصل إلى النص القرآني في النهاية، ولكن أريد قبل أن نصل إلى النص القرآني أشرح لكم ما حدث، الشيء الذي نزل فيه القرآن. الأنصار الآن يا شباب، هل سيدنا العباس له صلة نسب بالأنصار؟ دعكم سيدنا العباس، هل النبي صلى الله عليه وسلم له صلة نسب بالأنصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والأنصار في المدينة، هل هناك لا يوجد أي صلة نسب بينهم؟ الأخوال نعم، فتح الله عليك، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من المدينة، تمام، فأصبح أهل المدينة، تزوج من بني النجار تحديدا، فأصبح أهل المدينة أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمثابة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوزا يقال أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال العباس، طبعا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخوال يعني أخواله تجاوزا. فالأنصار يريدون أن يطلقوا العباس بن عبد المطلب لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم بدون فداء، ولكن دون أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون له لأنه ابن أختك نحن نطلق سراحه بدون فداء يا رسول الله، هذا في إحراج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله هل أطلقت لنا ابن أختنا بغير فداء؟ ما هو يعني لا، هذا تبعنا نحن رسول الله، هذا يعني هذا ابننا، هل تركت لنا ابن أختنا بغير فداء؟ فقال والله لا ينقص من فدائه درهم واحد، درهم واحد لا ينقص. وفعلا سيدنا العباس دفع الفداء كله له ولابني أخويه. طيب بعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من قريش، دخل سيدنا عمر الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فوجدهما، الحديث مشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد نزل علي قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم. نفتح المصحف شباب حتى نتعقب الآيات. الصفحة 185 الآية 67، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخن في الأرض يعني يكسر من القتل، يكسر من قتل عدوه، طبعا في الحرب في القتال، نحن لا نقتل الأعداء خارج الحرب يا شباب، القتل يكون ساعة إعلان حالة الحرب، تمام، أما في وضع السلم كيف تقتل؟ حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا، تريدون أموال الدنيا والفداء بتاع الدنيا وفداء الدنيا، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. تفضل. السؤال هو الآن صار أثبت الحكم، صح؟ أثبت الحكم اللي هو أخذ الفداء. أخذ الفداء، نعم نعم، هو الأصل بالديانات السابقة كان حتى يسخن في الأرض، لكن بعد الحادثة هاي خلص صارت
ما يجوز قتل الأسرى وكذا. في الأصل في الديانات السابقة ماذا؟ ما كان للنبي يهنا. تقصد ما كان للنبي في الديانات السابقة؟ لا، كلمة نبي هنا كلمة كلمة عامة. كلمة نبي هي كلمة عامة، وكلمة نبي هنا يعني هذا القرآن نزل تمام يصوب قول عمر. قول عمر، ولكن قبل قول عمر يصوب من؟ النبي. يصوب من قول قبل قول عمر؟ لا، سعد بن معاذ فتح الله عليك. هو سعد بن معاذ أول من تكلم في الموضوع. ولذلك أنا رغم أن مسألة الأسرى لها أشياء قبل موقف سعد، ولكن نحن بدأنا من موقف سعد لأنه هو الذي يهمنا في الكلام عن الآيات. سعد بن معاذ قال بكلام قريب من الآيات القرآنية، سبحان الله العظيم، هذا الرجل المبارك قال: يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإسخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. إذن لو أردنا أن نقول النص القرآني نزل هنا موافقا أكثر لمن، نقول أكثر لمن؟ لسعد بن معاذ، ثم لعمر الخطاب ومن وافقه في رأيه. ما كان للنبي أن يكون له أسرى، لأن الآيات لا تتكلم عن حكم قتل الأسير أو عدم قتل الأسير، الآيات تتكلم عن حكم الأسر من الأساس، حكم الأسر من الأصل، حكم الأسر من الأساس. أنتم لماذا أسرتم أصلا؟ ما كان لكم أن تأسروا؟ أنتم تأسرون ثم تأتون بالأسرى في المدينة ثم تستشيرون نقتل أم لا نقتل؟ ما كان لكم أن تأسروا من الأساس؟ تمام؟ ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لماذا يا شباب؟ الآن سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن رواحة ومن وافقهم من الصحابة الذين رأوا قتل، وسيدنا سعد بن معاذ طبعا من القبلين الذين رأوا قتل الأسرى، ما وجهة نظرهم؟ طبعا وجهة نظرهم معتبرة جدا، أن هؤلاء الأسرى الذين سنطلقهم سيرجعون إلى قريش ويريدون الانتقام، تمام؟ سيرجعون ويريدون الانتقام من وأخذ الصقر لهذا النصر الذي حققناه. فنحن إذا أطلقنا سراحهم سواء بمن أو بفداء فهذا فيه تقوية للعدو، والعدو ما زال قويا. يعني لا تعتقدوا أن بعد انتصار بدر أصبح المسلمون أقوى من قريش، لا، هذه بداية، كانت غزوة بدر هي البداية، هي البداية، ولكن ما زالت قريش هي القوية. ولذلك الله جل في سورة الأنفال ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. هم ما زال لهم كيد وما زال لهم قوة، وسيجمعون لكم. إن الذين كفروا في سورة الأنفال أيضا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والله عز وجل توعد الكفار في نفس السورة، قال لهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا الخطاب موجه لمن؟ ليس للمسلمين، موجه للكفار. لأن أبا جهل قبل المعركة، تخيلوا أبا جهل قبل المعركة ماذا قال؟ دعا الله. هو طبعا كان يعتقدون في وجود الله، يعني لم يكونوا ملحدين، كانوا مشركين ولكن ليسوا ملحدين. قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. يعني نحن فريق ومحمد والمسلمون فريق، أينا كان أقطع للرحم وأكثر إتيانا بشيء مبتدع، دين مبتدع جديد، فأحنه الغداء، يعني فاقتله في هذا الصباح. فالله عز وجل استجاب الدعوة سبحانه وتعالى، وأهلك قريش أو يعني انتقم من قريش وقتل 70 منهم وجعل المسلمون يأسرون 70. فالله عز وجل يقول لهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني جاء الحكم الله عز وجل ولكن عليكم وليس لكم، وإن تعودوا للقتال نعد لهزيمتكم ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. إذن ما زالت قريش قوية، تمام؟ الهزيمة لم تقضي على قوة قريش. وهؤلاء الأسرى 70 ثروة بشرية عظيمة، لو أخذنا منهم الفداء ورجعوا إلى قريش سيرجعون في أول حرب ويقاتلونا مرة أخرى. فمن الحكمة، يعني الذين يرون القتل كانوا يرون من الحكمة أن نقتلهم حتى نضعف قوة قريش. طبعا ربما نحن الآن نقول 70 يعني لا شيء، عدد لا يذكر، لا، في الوقت في هذا الوقت طبعا إذا كان جيش قريش كله كان 1000، يعني 70 هذا
سبعة في الألف، وقتل منهم 70 آخرون، يعني أكثر من 10% منهم ضاعوا. في هذا الوقت كان الشخص، القوة البشرية لها دور كبير. طبعا قوة الآلة ما كانتش لها نفس الدور الآن. والآخرون، الفريق الآخر، سيدنا أبو بكر ومن معه، سيدنا هؤلاء صنفين، كانوا صنفين. صنف يقول عسى الله أن يهديهم للإسلام ونأخذ الأموال تكون عونا لنا على أمور ديننا، وصنف آخر أصر في نفسه أن نحن يعني يريد المال للدنيا، المال من أهل بدر نعم، ولكن في النهاية هو يريد الإيه؟ يعني يريد المال، وشيء حلال ليس حرام. فبالتالي هذه كانت الأصناف التي كان لها رأي في مسألة أسرى بدر. طيب السؤال، أو عدة أسئلة. السؤال الأول، هل المسلمون فعلوا شيئا حراما؟ لا. لماذا؟ لم يكن هناك حكم منزل. فتح الله عليكم. هذا أول شيء. أول شيء نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حكم سابق بمنع أخذ الفداء من الأسرى، ولم يكن هناك حكم سابق بوجوب قتل الأسرى في هذه الحالة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حكم سابق امتثله النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتظر أن يقول سعد بن معاذ يا رسول الله كذا، حتى من قبل أن يتكلم سعد بن معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع هذا، بل من قبل المعركة، ومعروف أن المعركة سينتصر فيها المسلمون، الله جل وعدهم إحدى الطائفتين، فكان نسهم كان يعطي الأوامر للناس، لا تأخذوا أسرا، من أدرك أسيرا، من أدرك فرا فليقتله، المسألة تنتهي. ولكن وبالإضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، نسهم هل يستشير الصحابة في أمر محرم؟ مستحيل. تمام. إذن أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر الله تبارك وتعالى. وإذن الصحابة أيضا الذين أشاروا بأخذ الفداء هم أيضا لم يخالفوا أمر الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولكن أنا أحيانا أشير بأمر حلال، ولكن تكون همتي ونيتي لمصلحة الدين، وأحيانا أشير بنفس الأمر ويكون نيتي وهمي لمصلحة الدنيا. هؤلاء هم الذين عاتبهم الله عز وجل، تريدون عرض الدنيا. إذن الله جل لم يوجه هذا الخطاب لأبي بكر ولمن كان على شكلة أبي بكر، ولكن للذين أشاروا بنفس رأي أبي بكر ولكن لمصلحة الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولا تتعجبوا يا شباب أن هذا الكلام يوجه إلى من؟ يوجه إلى الصحابة، بل ليس أي صحابة، هؤلاء أهل بدر. والله عز وجل وجهه للصحابة مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في غزوة أحد، مرة في غزوة بدر في هذه الآية، ومرة في غزوة أحد في قوله عز وجل ها؟ فتح الله عليك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لا تتعجبوا يا شباب، لأن إرادة الدنيا ليست حراما في الأساس. هو إرادة الدنيا حرام؟ إرادة الدنيا تكون حراما إذا شغلتنا عن إرادة الآخرة، أو تكون حراما إذا سعينا إليها بعمل الآخرة. تمام؟ طيب السؤال الثاني هو لماذا الله عز وجل ترك المسلمين يأسرون ويأخذون الفداء؟ يعني ما دام الله عز وجل يريد ذلك سبحانه وتعالى، ما دام هذا هو الحكم المفضل عند الله عز وجل في هذا الوقت، لماذا الله عز وجل لم ينزل الآية من قبل ذلك؟ يعني هذا السؤال يرد كثيرا إلى الذهن. يعني ما دام الله عز وجل يعني قال أنزل الآية بعد ذلك ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لماذا تركه يأسر؟ ولماذا تركه بعد أن أسر ويظل ثلاثة أيام في بدر؟ لماذا لم يعني تنزل الآية في هذه الأيام الثلاثة؟ لماذا لم تنزل الآية في الطريق إلى المدينة؟ لماذا لم تنزل الآية قبل مشاورة الصحابة؟ لماذا نزلت بعد مشاورة لم تنزل بعد مشاورة الصحابة وقبل إعلان قريش أن ابعثوا في فداء أسراكم؟ يعني لماذا لم ينزل تنزل الآية قبل التنفيذ؟ يعني لماذا تنزل الآية بعد أن انتهى كل شيء؟ حذيفة تفضل. من رفع أيضا؟ تفضل. تسن سنة الاجتهاد جيد جميل، ولكن كان ممكن تسن في مناسبة أخرى. يعني تفضل. ممكن ما إيه؟ ما فهمت. كان لهم عندهم شوية خيارات أتوقع لو يقبلها الله ما فتوش بهيكا
لا يعني هي المسألة ما فيهاش رغبتها ولا حاجة، هي مسألة أن ممنوع أخذ الأسرى في هذه الحرب، خلاص انتهى انتهى الأمر. طبعا يا شباب هو ليس ممنوع أن أخذ الأسرى، هو ليس ممنوع أن أخذ الأسرى، لا المسألة مسموح بها، مسموح أن تأسر ومسموح أن تمن على الأسير ومسموح أن تطلق في سراحه مقابل المال ومسموح أن تقتل الأسير إذا كان مصلحة، يعني مصلحة الإسلام الإمام وقتها ينظر أين مصلحة الإسلام ويفعله، تمام. ولكن في هذا الموقف بالذات الله عز وجل أنزل هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. لماذا لا تنزل الآية قبل ذلك؟ ممكن الدرس ما راح يكون واضح وبين الا اذا تم الامر بعدين تنزل الايات فيوضح الدرس اكثر. جيد، ولكن تفضل. هو اول معركه يعني ما في النقل الحديث. لا في في معركه قبل ذلك، في قبل ذلك ليست معركه ولكن هناك حاضر بقى هناك قبل غزوه بدر بشهرين كانت هناك سريه اسمها سريه نخله، وتم أسر فيها أحد المشركين وتم قتل أحد المشركين، تم أسر مشركين وقتل مشرك والرابع فر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء فيهم، ولكن يعني ما كانت كان في شهر حرام ونزل فيها في سورة، وهذه طبعا من الأشياء التي تكلم عنها القرآن في السيرة في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقل قتال فيه كبير. يعني هذا ليس أول أسرة حدث ذلك ولكن شيء بسيط. تفضل. يعني ربما ترتب عن ذلك الواقع نفسه ترتب عنها أشياء أخرى مثلا كإسلام بعض الصحابة. ها؟ إسلام بعد بعض مشايخ قريش. جيد. أو في الواقع نفسها مثلا أحدثت أثر في المشركين أو يعني الحكمة في الواقع نفسها ليست التشريع. جيد جيد ممتاز. الآن يا شباب يعني الله عز وجل طبعا كان قادر أن ينزل الآيات قبل أن يأسر المسلمون المشركين وقبل أن يقتل قبل أن يصدر الأمر ويقتل هؤلاء، كانوا السبعون سيقتلون. طيب ماذا لو قتلوا أغلب هؤلاء السبعين؟ ماذا حدث لهم بعد ذلك؟ دخلوا في الإسلام وأصبحوا من عظماء الإسلام. منهم طبعا العباس ما كان سيقتل، النص نهى عن قتل العباس من الأول من البداية لأنه يعرف أن يعرف أنه خرج مكرها. ولكن مثلا واحد شخص مثل سهيل بن عمرو، تعرفون سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو هذا الذي فوض النص في صلح الحديبية، ولكن صلح الحديبية كان مشركا، ولكن سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها جدا جدا جدا. الآن في هذا الوقت الشعر والخطابة هما من أعظم الأسلحة عند العرب، سلاح الإعلام، تمام. فكان خطيب مفوه جدا 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 سهيل بن عمرو. فلما أسر في غزوة بدر عمر بن الخطاب لما وجد أن المسألة ليس فيها قتل قال يعني نخرج بأي شيء، يعني قال يا رسول الله انزع ثنيتيه، ثنيتيه يعني السنة والسنة التي في مقدمة الفم، إذا نزع ثنيتيه ماذا يحدث؟ لا يستطيع أن يتكلم بطلاقة. فإنزع ثنيتيه لا يقوم ضدك في مقام آخر، لا يقوم خطيبا عليك في مقام آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف أن تكون مثلى، أن يكون فيها تمثيل بالناس يعني، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة جدا، قال سيدنا عمر الخطاب كلمة تذكرها عمر الخطاب بعد بعد 10 سنوات تقريبا أو بعد 8 سنوات. قال: عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر، عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر. سهيل بن عمر شاهد صلح الحديبية وهو مشرك، وهو الذي فوض النبي صلى الله عليه وسلم على عدم كتابة بسم الله الرحيم وعدم كتابة رسول الله وكل هذا، ثم أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه جدا جدا جدا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أهل مكة هم أن يشرك وأن يرتد، فخطب وقف فيهم خطيبا وقال: يا أهل مكة كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام، فلا تكونوا أول الناس خروجا منه. وطبعا في واحد في صحيفه برضه قال نفس الكلام قريب من هذا: كنتم اخر الناس دخولا في الاسلام فلا تكونوا اول الناس دخولا منه. فلما سمع عمر بن الخطاب بذلك، طبعا ما كان موجودا، ولكن لما سمع بذلك يتذكر كلام النبي
صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السبعون يا شباب أغلبهم دخل في الإسلام وأغلبهم أصبح من عظماء الإسلام ومن المدافعين عن الإسلام، لأن الله عز وجل سبق في علمه أن هؤلاء من أهل السعادة ومن أهل الفلاح ومن أهل الجنة. أخر الله عز وجل نزول هذه الآيات، أخر الله عز وجل نزول هذه الآيات حتى يحدث مراد الله تبارك وتعالى الكوني في أن يبقى هؤلاء أحياء وأن يعيشوا ويمهلهم الله عز وجل حتى يدخلوا في الإسلام. تمام؟ طيب، وبعد أن دخلوا في الإسلام حدث ما حدث. طيب، لماذا الله عز وجل في النهاية، لماذا الله عز وجل قال لنا هذا؟ حتى نعرف أن هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أسوة. الأصل أن كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها أسوة، ليس كذلك؟ ولكن إذا كان هناك موقف عاتبه الله عز وجل فيه فهذا ليس فيه أسوة، صحيح؟ يبقى إذن عندما تكونون في موقف بعد ذلك وتأخذوا أسرى من المشركين وأنتم لم تسخنوا ولم تضعفوا عدوكم بعد، فأنتم ما تأخذوا أسرى. لماذا؟ لو لم تنزل الآية كان ماذا يحدث؟ في كل موقف مماثل نقول أنه سلم فعل كذا فنحن نقتدي به، أنه سلم فعل كذا فنحن نقتدي به. الله جل يريد أن يقول لنا سبحانه وتعالى هذا الموقف ليس محلا للأسوة، ولكن أنا تركت نبيي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأني أعلم أن هؤلاء سيهديهم الله عز وجل للإسلام. تمام يا شباب؟ تفضل. نقدر نرد عليه تصحيح لفعل النبي؟ ما هو ليس مش مسألة تصحيح، هو النص ما أخطأ صلى الله عليه وسلم. نقول النص ما أخطأ، النص ما فعل ما هو خلاف الأولى، ولكن هو في الحقيقة ليس خلاف الأولى في هذا الموقف. هو النص سلم فعل مراد الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لو أراد كان منعه قبل أن يفعل، ولكن الله عز وجل تركه يفعل، ثم بين لنا أن هذا المحل ليس محلا للأسوة، أن هذا الفعل ليس محلا للأسوة. لا تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية. الجزئية ماذا؟ أنك تأسر من العدو قبل أن تسخن فيه القتل، قبل أن تكثر فيه القتل. ما حدث كان استثناء، ولذلك حتى في التحرير والتنوير الشيخ المفسر في التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور له تفسير عظيم جدا اسمه تحرير التنوير، يقول هذا تشريع مستقبلي. هذا تشريع، سبحان الله، يعني أتى بلفظ دقيق جدا، قال هذا تشريع مستقبلي، ليس لما قبل ذلك، هذا تشريع مستقبلي لما بعد ذلك. الآن يا شباب، كان في قاعدة عند العرب أن الأسير ماذا نفعل فيه؟ الأسير إما أن يقتل وإما أن يسترق يصبح عبدا عند من أسره، وإما أن يؤخذ منه الفداء ويطلق سراحه، وإما أن يمن عليه بدون فداء ويطلق سراحه. الصنفان الآخران هؤلاء كان يؤخذ منهم الفداء ويطلق سراحهم بشرط ألا يحاربوا الجيش المنتصر مرة أخرى. الصنفان الآخران هؤلاء سواء الذين أخذ منهم الفداء أو الذين أطلق سراحهم بغير فداء، كان الشرط العرف الجاري أنه إحنا نطلق سراحكم ولكن لا تحاربونا مرة أخرى. تمام؟ فالله عز وجل، ننظر للآيات. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تكلمنا عن هذا، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بماذا؟ لولا كتاب من الله سبق أولا بحل الغنائم للمسلمين. الغنائم كانت حرام على كل الأمم السابقة فأصبحت حلالا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي منها وأحلت لي الغنائم، ومن ضمن الغنائم فداء الأسرى. فإذن لولا أن هناك تشريعا سابقا بحل أخذ الفداء وأخذ الأسرى وأخذ الغنائم من المشركين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ولكن هناك تشريع سابق من الله تبارك وتعالى بالحل، الحل على العموم بغض النظر بقى حالة العدو وهكذا. أو لولا كتاب من الله سبق بأنكم أهل بدر، أنكم أنتم أهل بدر، وأهل بدر قال الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله عز وجل غفر لهم ذنوبهم حتى من ما سيفعلونها. وطبعا كل أهل بدر يا شباب ما أحد منهم ارتد، ما أحد منهم مات على غير الإسلام. تمام؟
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم ما أخذتم من الفداء والمال يعني عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم يعني كلوا بالهناءة والشفاء مما غنمتم اللي هو فداء الأسرة طبعا غير بإضافة للغنائم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله بعد ذلك اتقوا الله عز وجل إن الله غفور رحيم. طيب هؤلاء الأسرة النبي صلى الله عليه وسلم الله جل يأمر نفسهم أن يعظهم وخاصة وقد أخذت منهم أموال كثيرة. طبعا يا شباب هناك كان هناك مواقف متعددة مواقف إنسانية جميلة في مسألة الأسرة ولكن لا تتعلق بالآيات القرآنية. نحن فقط يعني نريد أن نركز على الآيات القرآنية. ولكن من ضمن المواقف يعني الجميلة للسيدة أن أبا العاص بن الربيع وكان زوجا لمن؟ لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأسرة وكان مشركا. فأبو العاص بن الربيع كان من ضمن الأسرة. فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ الفداء من الأسرة أرسل إلى قريش أن أرسلوا في فداء أسراكم. وزينب رضي الله عنها كانت حتى هذا الوقت ما زالت في مكة. كان أبو العاص يمنعها من الهجرة إلى أبيها فأرسلت وكانت تحبه يعني ليست تحب فيه الشرك يعني زوجها يعني الحب الفطري للزوج يعني وهو كان شديد الوفاء بصراحة. فأرسلت بقلادة لخديجة. السيدة خديجة كان عندها قلادة عقد ولما أتى موعد زواج السيدة زينب على أبي العاص بن الربيع أدخلتها عليه. يعني أنت عارف الأم مثلا ممكن تعطي ابنتها أغلى شيء عندها وهي تتزوج فأدخلتها عليه بهذه القلادة. فالسيدة زينب أرسلت القلادة تفدي بها من؟ تفدي بها زوجها أبي العاص بن الربيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة وعرف أن تذكر أنها لخديجة فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني استسمح المسلمين أن يطلقوا سراح أبي العاص بن الربيع بدون فداء. يعني سبحان الله النبي يعني يستأذن المسلمين لأن أصبحت أموالهم هذه الأموال ستقسم على المسلمين على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلقوا لها أسيرها يعني هزما بدون فداء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أنه بمجرد أن يصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يرسل السيدة زينب. وفعلا أول هو كان شديد الوفاء بصراحة. فأول ما ذهب إلى مكة سمح للسيدة زينب أن تهاجر إلى أبيها. وأبو العاص بن الربيع أسلم في العام السادس من الهجرة. وأيضا يعني سبحان الله معذرة أن نحن خرجنا عن الموضوع ولكن لأنها قصة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا حتى تعترض عير قريش في رحلة الصيف المتجهة إلى الشام من مكة إلى الشام أو الرجع من الشام إلى مكة. فكان أبو العاص بن الربيع هو رئيس إحدى هذه القوافل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية فأخذت القافلة كلها. وأبو العاص بن الربيع ما حدث له شيء. ولكن أبو العاص بن الربيع ما كانت هذه أمواله. يعني كانت نظام قريش في رحلة الصيف ورحلة الشتاء يجمعون الأموال من بعضهم ويذهب بها بعضهم. فالذين يذهبون بها هؤلاء يعني ليست كل هذه الأموال أموالهم. فأشياء كثيرة معه أمانات للناس من قريش. فذهب أراد أن يذهب إلى السيدة زينب حتى تشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يأخذ أموال الناس. هو يريد أن يرد للناس أموالهم حتى لا يتهمه الناس أنه يعني أخذ أموالهم أو أنه أعطى أموالهم لمحمد لأن محمد هو أبو زوجته. يعني مشكلة موضوع حرج. فذهب إلى زينب فالسيدة زينب يعني استقبلته. ثم أثناء صلاة المسلمين السيدة زينب قالت إني أجرت أبا العاص بن الربيع وإني أريد أن ترد عليه أمواله. والناس يصلي والمسلمون يصلون. يعني ما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. هي تعرف أنها لو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ستوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج شديد تريد أن تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أسمعتم ما سمعته؟ قالوا نعم. قال والله ما علمت به إلا الآن. فإن رأيتم أن تردوا له أمواله فافعلوا. يقول تقول الرواية فما ترك المسلمون صغيرا ولا كبيرا ولا قليلا ولا كثيرا من أموال القافلة إلا وردوا. فأخذ الأموال كلها
ورجع إلى قريش وأعطى كل ذي حق حقه، ثم قال هل بقي لكم عندي شيء؟ قالوا لا، لقد أوفيت وأديت، جزاك الله خيرا. قالوا هكذا جزاك الله خيرا، كانوا ملتزمين في هذا الوقت. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني أن أقولها قبل ذلك إلا خوف أن يقال إنني أسلمت من أجل المال. ثم هجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للموضوع ان هو كان من عرف الذي الاسير الذي يفدى والاسير الذي يمن عليه الا يحارب الجيش المنتصر مره اخرى. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم. طبعا العباس بن عبد المطلب اخذ منهم مال كثير في الفداء، ولكن رجع إليه أضعافا مضاعفة، ولذلك كان يستبشر بهذه الآية يقول وإني رأيت الوعد الأول وإني أنتظر الوعد الثاني. الوعد الثاني وهو ماذا؟ يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم، هذا حدث، والوعد الثاني هو ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإني أريد خيانتك، وإني أريد خيانتك بأن يرجعوا ويحاربوك مرة أخرى، فقد خانوا الله من قبل، هم خانوا عهد الله عز وجل، هم كفار أساسا، يعني خانوا عهد الله عز وجل من قبل، فليس جديدا أن يخونوك يعني، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. طيب هذا ما نزل في غزوة بدر في شأن الأسرى يا شباب. هل أحد عنده سؤال قبل أن نأخذ الاستراحة؟ تفضل شيخ. ما فهمت تماما بالقصة تبعت الحافس، ما أسمع جيدا. آخر قصة ذكرناها لما زيد بن حارثة أخذ القافلة، إيش الحرج على الرسول؟ ما فهمت والله. الحرج على الرسول إن هو هذا زوجه بنته، إن هو زوج ابنته، فالناس لو قال للصحابة رجعوا له الأموال أمرهم أن يردوا له أموال، إذن أنت تعمل هذا لأنها ابنتك، لأنه زوج ابنتك. الناس سيد زينب أرادت أن تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد السيدة زينب إلى أبي العاص بدون عقد جديد، بدون ما يعقد عليها مرة أخرى، بدون ما يعني هي اعتبرها هي زوجته، وإن كان هو في مكة طيلة هذه الفترة من ساعة غزوة بدر وهو في مكة وهي في المدينة، ولكن النبي ردها إليه بنفس العقد القديم، بنفس النكاح القديم، ما جعله ينكحها نكاحا جديدا بمهر جديد. لماذا؟ لأنه لم يكن نزل قول الله جل في سورة الممتحنة يحرم المؤمنات على المشركين. في سورة الممتحنة ماذا يقول الله عز وجل؟ تمام، فتح الله عليك. تمام، شيخنا الكريم، كيف أستطيع الموازنة بين الآية القرآنية في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم معذبهم وهم يستغفرون وبين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا سأله أصحابه أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخلف. كيف نستطيع الموازنة بين هذه الآية وهذا الحديث؟ نعم، يعني هو الحديث ليس فيه أنهلك وفينا المصلحون، الحديث لم يقل أنهلك وفينا المصلحون، قال أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وفي الحديث الآخر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. فالصالح في نفسه الذي هو ليس مصلحا لغيره هذا لا ينجيه الله عز وجل من العذاب. تمام، فإذا أنهلك وفينا الصالحون، نعم نهلك وفينا الصالحون، ولكن أنهلك وفينا المصلحون هذا يعني مسألة يعني لا مانع أن ينزل عذاب من الله تبارك وتعالى بالأعداء، ولكن هذه الأمة الله عز وجل جعل هزيمة أعدائها بأيدي أبنائها. الله جل قادر أن ينزل العذاب من عندي سبحانه وتعالى بهم، ولكن هذه الأمة تنصر بأيدي أبنائها وحتى ينال أبنائها شرف النصر. طيب يا شباب نستريح 10 دقائق وربع ساعة إن شاء الله ونرجع مباشرة. نعم. دعاء أبو جهل كان قبل معركة بدر أنه دعاء مين؟ أبو جهل. أبو جهل نعم. وقت دعاء هو أنه كان هذا الدين يعني صادق يغلب يعني. ليس صادق، ما لم يقل صادق، قال اللهم أينا من أراد أن ينصرف تفضل شباب، قال اللهم أينا
كان أقطع للرحم، أكثر قطيعة للرحم، وآتانا بما لا يعرف، أتى قومه بشيء غير معروف من قبل، تمام؟ فأحينوا الغداء. المهم ترتفض كيف يدعي هو نفس الوقت هو أصلا كان يعني موقن بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو معروف كان بالحكمة يعني. انظر اولا هو كما اقول لك هو لم يدعو اللهم ان كان صادقا، هو دعا بالذي قلته، اللهم اينا اقطع الرحم، من هم في نظرهم من الذي قطع الرحم؟ ان هو الذي هم يقولون اتى ليفرق بين المرء وابيه وبين المرء واخيه. هو اساسا كان، هل كان معقول ان احد يعني الان جيش قريش كله من اين؟ من قريش، تمام؟ وجيش المسلمين كله من اين؟ مجموعة منه من قريش ومجموعة منه من المدينة. هل كان أحد يتخيل أن قريش تقاتل نفسها كهكذا؟ ما كان. فهم يرون هذا قطيع الرحم، هم يرون أن هذا الدين أتى ليفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه وبين المرء وابنه. الآن أبو بكر موجود في الجيش المسلمين وعبد الرحمن ابنه موجود في الجيش المشركين، أبو عبيدة موجود في الجيش المسلمين وأبوه الجراح موجود في جيش المشركين. الآن الدنيا منقسمة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة هنا، وهنا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة عند المسلمين. فالمسألة يعني عندهم مسألة الرحم، أنك فرقت بيننا، فأولا أنت أقطعنا للرحم، هذا يعني تصوره. وآتانا بما لا نعرف، ما وجدنا هذا في أبائنا الأولين، أنت ما أتيت بشيء مبتدع، التوحيد هذا التوحيد الذي تدعو إليه بدعة، تمام؟ فهو ألفاظه يعني على حسب مفهومه ليس فيها مشكلة، ولكن هل هو أساسا ما قالش لم يقل الله من كان هو رسول الله حق؟ هذا أولا. ثانيا بعض هؤلاء الناس، بعض وإن كان هم يأتي عليهم أوقات وهم مقتنعون أنهم خطأ، من البطانة التي حوله ومن مصالحه ومن محاولة إقناعه لنفسه، ممكن ينسى هذا الأمر ويعيش في دورة أنه صاحب حق وهكذا. حتى شيخ من العناد مثل اي الله من كان هذا والحكم عندك فامطر علينا، ما قالوا تهدينا. نعم صحيح، نعم نعم، عناد او استهزاء يعني. طيب يا شيخ جزاكم الله خيرا.